دليفري في مصر، ده الكارت في التليفون وفي كل شبر في مصر. ليا صديق وزبون الاسم ضحى ومهنتي التوصيل، ومن شروق الشمس لحد اخر الليل، زايد وجيزه وهرم ومهندسين دقي، تحرير ووسط البلد وكوبري قصر النيل. مصر الجديده تجمع دائري معادي، غمره وزحمتها تاخدك على شبرا، بلف في كل مكان في القاهره الكبرى. طلعتي سائقه ماهرة يا ضحى؟ ايوه طبعا، امال ايه؟ دي سر المهنه طبعا. مين اللي علمك تسوقي شاطره كده؟ انا كنت مجبره ولازم اتعلم عليه، لسه مفيش غيره. اعمل ايه طيب؟ لازم عشان شغلي. شغلك اللي ما كانش موعانا اصلا، يعني انت اتعلمتي السواقه، ما كانش فيه موتوسيكل ولا كان فيه شغل، وبتقولي لي كان لازم. لا كان فيه شغل، كنت بشتغل دليفري من قبل ما اجيب السكوتر اصلا. انا جبت السكوتر عشان اكمل بيه شغلانه الدليفري. ما كنت بدليفري ازاي؟ عن طريق المواصلات العامه. ما انا اشتريت السكوتر لان انا تعبت من المواصلات، وكنت بمشي مسافات كبيره. يعني انت الدليفري دي هي الفكره بتاعتك الاساسيه؟ صح مظبوط. طب مش عايزه تجيبي عربيه؟ كنت هجيب قبل السكوتر، كنت هجيب العربيه، وطبعا الفلوس معايا مستحيل كانت تكمل لثمن العربيه. فلما لقيت ان الفلوس معايا مكمله لثمن السكوتر فاشتريته. بس سكوتر اسرع. في اماكن ما ينفعش السكوتر ان هو يروح فيها، ما ينفعش اطلع بيه طريق السويس الدائري. السكوتر برضو معمول لاماكن معينه. وانت عايزه طبعا تروحي طريق السويس والدائري. طبعا. امال ايه ده؟ طب انت كنت بتشتغلي ايه قبل موضوع الدليفري ده؟ كنت بشتغل الاول سكرتاريه عند دكتور جراحات عامه، وكنت بشتغل كول سنتر وسيلز وتيلي سيلز، واشتغلت برضو في محلات ملابس. انت تعليمك ايه يا ضحى؟ انا معايا معهد حاسبات وسكرتاريه. جميل. ما لقيتيش نفسك ليه في السيلز؟ لا انا كنت شاطره جدا جدا، وكنت حباها لان انا كنت من النوع المتكلمه. وطبعا نزلت الاول في محلات في وسط البلد، يعني كنت بشتغل في وسط البلد. عشان كده بتحبي وسط البلد جدا جدا. حتى كنت معروفه في وسط البلد باسمي باربي، عشان انا كنت عامله زي العروسه، وما زلت برضه عامله زي العروسه اللعبه كده. حلاوه دي. انا باربي بجد هما كانوا مسميني باربي يعني. وبعد كده بدات اشتغل بقى في براندات، نزلت سيلز في مول وكده. بعد كده بدات اشتغل كول سنتر. طب ايه اللي حولك من السيلز؟ السيلز مربح وبتاخدي نسبه من المبيعات مش في كله برضو، هو يعني انا يعني هو هي جت معايا كده يعني خلاص. انا السيلز بقى كده قلت لا اشتغل كول سنتر بس. فعملتي كول سنتر، وبعد كده اهوت السيلز وتيلي سيلز، وشويه شويه لقيت نفسي بقى سكرتاريه. استقريت في السكرتاريه عند الدكتور الجراحات العامه، وبعد كده سافر. فطبعا حبيت ان انا خلاص بقى يعني الدكتور سافر، فانا لازم اشوف حد تاني. فعملت كذا انترفيو في كذا مكان يعني، ولسه ما حدش كلمني. فجت لي الشغلانه دي بالصدفه، يعني ما كنتش ناويه ان انا اشتغل دليفري، ده هي جت لي بالصدفه. كانت واحده زميلتي بتشتغلها وكده، وانا خدتها بدلها بقى يعني. توصل حاجات على سبيل الامان. ايوه. ما جاتلكيش الفكره انك تشتغلي في شركه دليفري؟ اشتغلت اليوم واحد بس في شركه شحن، والموضوع فشل يعني. حتى ما خدتش مرتب اليوم اللي انا اشتغلت فيه. كلوا عليكي فلوس؟ كلوا عليا الفلوس دي حقيقه يعني بصراحه. والله العظيم. فانا اتعقدت، قلت لا خلاص الواحد يبقى حر نفسه. حر نفسه احسن ما حد يتحكم فيه. وكمان ده كان 100 جنيه يعني، الفلوس اللي كنت عاوزاهم منها في اليوم ده 100 جنيه. فقلت لا انا اجيب لنفسي ال 100 جنيه، ابقى انا متحكمه في فلوسي احسن ما حد يتحكم فيا. بس انت بتحبي الحريه يا ضحى؟ جدا جدا جدا. وبكره الروتين قوي، انا من النوع ما بحبش الروتين، بحب اللي انا اعمل لنفسي كل حاجه وانا ابقى متحكمه في حاجتي وشغلانتي. انت حاسه ان المجتمع متقبل بنت زيك عايزه تطلع بره الصندوق وتشتغل في حاجه مختلفه وتدوحر في الدنيا والدنيا تدوحر معاها؟ حاسه ان القاهره ماشي فيها الموضوع ده؟ جدا بجد. حاسه بنبض الشارع انه في تطور يعني. ايوه، وهم كمان بيساعدوا على كده يعني، هم بيساعدوا ان انت تطوري من نفسك وتحققي احلامك غير زمان يعني. دلوقتي الدنيا اتطورت خلاص. بتحبي مزيكة ايه وانت سايقه السكوتر ده؟ بتسمعي اي مزيكة كده؟ بتحبي ايه؟ والله انا بحب الراب. تحبي الراب؟ اي حاجه فيها ايه دوشه كده. انا حسيت في السواقه كده الواحد يحس ان هو ايوه ده الراب المصري. مين الرابرز اللي بتحبيهم؟ في اغنيه بتاعت ويجز اللي هي ويجز. انا كنت متاكده على فكره ان انت هتقولي ويجز. كيف هنا طباعها حداثه. ايوه. اني واحده اللي بتحبيها اكتر واحده؟ كيف كده دي جميله. كيف كده؟ والله حسيت بجد والله ماشي عماله كيف كده كيف هنا وانا سايقه بقى يعني. طب انا عايزاكي تغني الاغنيه مع نفسك.
تمام. وانا اسمعك، قولي لي كيف كده كيف هنا، ولا قولوا هنمشي كيف كده كده كيف هنا، ازملي موقعي ده ما فيش جنبي. صوتك جميل وحافظه كل حاجه حافظتي. طب اسمعي، ما تيجي بقى بدل وقفه الشمس دي اعزمك على شاي بلبن، انت اشربي اللي انت عايزاه يعني. تمام. فقهوه من قهاوي وسط البلد بقى اللي انت بتحبي تعكرتي جدا، وانا احب عكرت كده. يلا بينا. هتركبيني؟ يلا بينا. يلا. وسط البلد وحكايات وسط البلد وشوارعها اللي هتفضل شاهدة على عظمة القاهرة وتاريخها وعماراتها وزخارفها اللي بتقول إنك أكيد في باريس الشرق، من كوبري قصر النيل والحد العتبة، ضباع وأسود ووحوش وتماثيل فيها تعابين ومنحوتات على كل شكل ولون، حتى الشوارع والممرات فيها حاجات خرافية، يوسف الجندي، هدى شعراوي بعمراته القديمة الخرافية، وقصر النيل والشواربي، وشارع عدلي والمعبد اليهودي وطرازه الفريد والشكل الفرعوني في شارع عماد الدين وفي شارع نجيب الريحاني. في وسط البلد هتقابل مصر الحقيقية بأصالتها وناسها وجمال وروعة منظرها. قطعتي نفسي حضرتك بالسكوتر بتاعك ده الأحمر المبهج الجميل، بس هو قطع النفس برضه. انتي ايه؟ ما بتتعبيش وانتي نازلة من على الموتوسيكل كده بعد؟ لا خلاص، أنا اتعودت عليه يعني، ما بقاش بالنسبة لي لا صعب ولا حاسة بحاجة، عادي يعني. ولا ظهرك ولا رجليكي ولا؟ لا الكلام ده كان في الأول، لأن هو كان حاجة جديدة بالنسبة لي، فدلوقتي لا انا اتعودت عليه بتعبه وكل حاجه، حتى لو في تعب مش بحس اساسا يعني. مع انت والسكوتر واحد خلاص بقى، بالخوذه بالبتاع بالموتوسيكل ده، انسان كائن واحد، اكنه ابني، مش معتبراها اكنه حاجه جماد، هو اكنه انا معتبراه زي ابني بس بقى. والله العظيم. انت عندك كام سنه ده؟ 27. 27؟ ده انت خمتيني جامد. جدا انا. جامد. انا قلت البنت دي مطلعين لها رخصه سننوها. لا لا لا، انا الناس بتتصدم فيا كده فعلا. 27 سنه. انت منين اصلا يا ده؟ بلدي من الاقصر. من الاقصر. ولكن عايشه هنا في القاهره فين؟ منطقه بعد المرج اسمها الخصوص، منطقه شعبيه. انا عارفه الخصوص. ايوه. اهلك بقى وانت يوم الصبح بتبتدي بدري وتلبسي خوذتك وتركبي موتوسيكلك، رايهم ايه في شغلك ده؟ والله طبعا بابا متوفي، يعني بابا متوفي قبل ما اشتغل الشغلانه دي بكتير، وكان متوفي من بدري يعني. فاول ما قلت لماما ان انا بشتغل ديليفري طبعا استغربت جدا، يعني ايه ديليفري؟ فانا حاولت ان انا اوصل لها المعلومه عشان افهمها، يعني هي فاهمه ان الديليفري اللي بيجي لها راجل. فانا بدات ان انا افهمها ان انا بعمل حاجه مختلفه، يعني بوصل الحاجات بتاعت البنات، الاكسسوارز، المكياج، الفرفانات، شوزات، الملابس، حاجات كده، مش الدليفري اللي هو اللي هي عارفاه يعني. هم بينقوكي في الدليفري مخصوص عشان عارفين ان انت بنت توصلي الحاجات دي؟ بص هو مش شرط، وانا طبعا هم اتفاجئوا يعني، الناس ما كانتش تعرف اصلا ان في بنت بتشتغل دليفري، هي جت بالصدفه جدا يعني. شغلانتي دي جت بالصدفه، كنت شغاله مع بنت واحده وبدات تقول لصاحبتها ودي تقول لعمتها لحد ما عملت شجره معرفه، فشجره المعرفه دي هي اللي خلت الناس كتير تعرفني وتطلبني، تطلبني بالاسم. لو كان المرحوم ابوك عايش كنت هتعرفي تقنعيه بالموضوع ده؟ اكيد بابا كان هيبقى مبسوط وهو شايفني انا بعمل حاجه انا بحبها وهقدر ان انا احقق مستقبلي منها. يعني انت حاسه ان ده الشيء ده هيقدر يحقق لك احلامك وانت حباه فعلا؟ جدا جدا. طيب انت مرتبطه؟ عايزه مخطوبه؟ في حد في الاجواء كده؟ لا. ولا مخطوبه ولا حد في الاجواء؟ لا لا، هو انا عندي وجهه نظر من الموضوع ده، هما دايما بيقولوا ان الراجل لازم يكون مستقبله قبل ما يتجوز، انا برضو شايفه ان البنت لازم تكون مستقبلها قبل ما تتجوز. ليه عندك الفكره دي؟ مش نجيب راجل يصرف علينا ونقعد نتسكت؟ لا ليه ليه ليه، انا ما كل واحد انا بنكش اتنين بيساعد بعض، احنا اتنين بيساعد بعض، بس ما ينفعش ان هو يكون مستقبله وهي برضو، ما لازم برضو يبقى ليها مستقبل قبل ما تتجوز، ما تبقاش بتتجوز كده اسمها ان هي بتتجوز وخلاص. وبعدين في حاجه بتضايقني جدا دايما، الاهل يقول لها لما تتجوزي هتتفسحي، لما تتجوزي جوزك هيصفرك، طب ليه ما تعملش الحاجات دي من نفسها يعني؟ لازم لما تتجوز يعني. انت اسم شاندو اللي على الموتوسيكل ده مش الجو؟ لا ده مش الجو، ده ابني. ابنك الموتوسيكل؟ ابني.
ابني الذي لم تلده امي ولدته كواساكي. بجد بجد. وانا على فكره سميته قبل ما اشتريه، يعني قبل ما اشتري السكوتر انا نقيت اسمه. اشمعنى شاندو يعني؟ عجبني الاسم، قلت هيبقى حاجه شقيه كده، وفعلا عملت بيه حوادث وشقاوه كتير جدا، فهو لايق عليه الاسم بصراحه. خيبك يا ضحى. والله العظيم انا قلت بنت هتبقي ملتزمه على الطريق. لا يا ست، مش اللي هو لا هو كده، بس انا ملتزمه. طب اسمعي، لو شاندو اللي هنقابله بعد عمر طويل مش ابني الجو دلوقتي هنرمز بيه لشاندو، جو قال لك لا انا مش عاجبني موضوع الطيار بتاعك ده، انت تشتغلي اي حاجه تانية، تمام، هتقولي له ايه؟ لا هقول لا، يعني هو الشخصيه اللي هتيجي هتحبني وانا ديليفري، يبقى خلاص ياخدني وانا ديليفري. انا انت اسمك اسرع ديليفري في مصر، ده الاسم اللي انا مشهوره بيه. حلو قوي. والناس هي اللي سمتني بيه، يعني مش انا اللي طلعته على الناس، هي اللي سمتني بيه بس واتشهرت بيه، فالناس بقى هم اللي بيطلبوني وانا بروح لهم. بتاخدي كام مثلا من وسط البلد للتجمع؟ انا عامله اي مكان 40 جنيه. 40 جنيه بس؟ طب ما ده مش مجدي يعني، لو انا بوصل من الزمالك للمهندسين للبحر الاعظم ما اعرفش ايه معقول، بس لو طلع التجمع اكتوبر 40 جنيه ليه؟ بصي ما دي بقى الفكره، ما الشغلانه دي يعني مش اي حد هيفهم مكسبها، ولا هي بتخسر ولا بتكسب زي غير الانسان اللي هو فيها. هو صح ال 40 جنيه قليله، بس كل ما عدد الاوردرات بتزيد كل ما انت مكسبك في الفلوس بيزيد. الاكياس اللي انت معاكي دي اوردرات؟ دي اوردرات. وبيبقوا هم حاطينها في امبلاج يعني في لفه مخصوص بتاعتهم، ولا انت اللي بتلفي؟ لا هم بيبقوا حاطينها في الكيس بتاعها، ايا كان التغليف بتاعها باخدها منهم بهذا الشكل يعني. عمرك ضيعتي اوردر قبل كده؟ كنت سايقه على شارع التسعين وكان معايا اوردرات كتير جدا جدا، وطبعا المكان عندي في السكوتر على قده شويه مش زي العربيه، فكنت حاطه الاوردرات قدامي تحت رجلي، يعني دايما الاوردرات بتبقى تحت رجلي، فمره اوردر كده وقع. وقع صح، بس وسبحان الله يعني في حد لقاه وكلمني وكلم العميله، لان هو كان طبعا عليه الرقم بتاع العميله، كلمتني وهو طبعا كان معاها الرقم الراجل. انا رحت الله يا ربنا ستر، الحمد لله كنت دافعه ثمنه ربما وشوي الحمد لله. يا خبر ابيض. ربنا ستر. حصل لك اي حاجه ليها علاقه بقى بان الناس ضايقتك في الشارع، كلمه بايخه، حاجات من دي؟ لا اكيد اكيد طبعا، كتير جدا جدا. في اشاره مثلا ارحمونا شويه، ركبتوا العربيات وكمان ركبتوا الموتوسيكلات. طب والتعليقات الايجابيه بقى؟ لا الايجابي كتير جدا، بيقولوا لي عايش وبرافو عليك وكملي، وفي كذا بنت تقول لي احنا نفسنا نعمل زيك. ضحى انت قلت لي ان صياطك يعني السوشيال ميديا، بتستغلي السوشيال ميديا ازاي؟ السوشيال ميديا كان ليها جانب ايجابي جدا جدا، يعني في ناس كتير جدا في اماكن انا ما كنتش اتوقع ان انا الناس تعرفني فيها، زي مثلا كومباوند مش عارفه ايه، اماكن بعيده قوي قوي، يعني انا ما كنتش اتوقع ان في حد ممكن يعرفني، وبلاد ما في ناس بتكلمني. بتنزلي صورك بتنزلي يعني؟ وبنزل بقى اللي بيحصل معايا، بدات انزل الحاجات اللي قصص. بتحصل معايا وقصص، بدات انزل فيديو اعلم ازاي البنات تشتغل دليفري، ان البنات حبت الموضوع جدا جدا جدا. طب بقول لك ايه، تفتكري الانسان بيحب اكتر الحاجه اللي يتعب فيها واللي يجيبها بمجهود، ولا مدام الحاجه جت احبها كده وزي ما هي وخلاص؟ لا طبعا اللي جابها بمجهود وتعب وحسي قد ايه بكل خطوه وجابها ازاي، هو ده اللي بيخاف عليها اكتر. الشارع علمك ايه؟ علمني الجرأه، انا ما كنتش كده خالص خالص، كنت بتكسف جدا جدا جدا. مش باين عليكي والله العظيم، بجد كنت يعني بريئه زي ما بيقولوا كده. الشارع بيعلم، اتجرأت اكتر وكمان صوتي علو، وبدات ان انا اتكلم، ولازم يعني هو طبيعي ان انا لازم اتعلم يعني. يعني خبطتي حد في الشارع ايه مش غلطتي غلطتك، ولا معلش حقك عليا؟ لا بقول طبعا لا حقك عليا طبعا، ما مش مش عافيه قوي يعني. لا يعني كل انسان برضه لازم يبقى محتفظ برونقه. يعني وانت كلك رونق وحلاوه ونشاط، ويعني نموذج تحفه تحفه. شكرا لذوقك. وانا هكون في شجره معارفك باذن الله، باذن الله اللي بتعمل دليفري دي باذن الله يا حبيبي. بصي يا سيدتي الفاضله، احنا كل ما بنقابل ضيف من البرامج بنقدم له حاجه عشان يفتكرنا، يفتكر الصبحيه اللي قضاها معانا. عندنا زميلنا اسمه عبد الله بيرسم بورتريه، احنا هنبروزه ونديهولك عشان تفتكرينا. تمام. اقعدي بقى اشربي النسكافيه بتاعك، هيجي لك البورتريه بتاعك. وكل سنه وانت طيبه يا وانت طيبه حبيبتي، تسلمي لي، ربنا يخليك. باي 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 باي. مبسوطه اني شفتك وتعرفت عليكي. حبيبتي ربنا يخليك. خلي بالك من روحك. ربك كريم رزاق، رزقني بسكوتر. ما هو اصل رزقك ده زي القدر مكتوب، ما
كنتش أعرف أسوق، لكن أنا اتعلمت. ما هو كل حاجة بقت موجودة على اليوتيوب. عارفين بدأت بكام؟ أقل من 100. البركة جت من اليقين، صدقني في النية. الدنيا كانت مدرسة تعلمت فيها كتير، أكتر من أتعلمت في معهد سكرتري.